السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الموعد المتجدد من استوديو اليرموك كالمعتاد. مجموعة من القضايا والملفات سنسلط عليها الضوء خلال سياق هذه الحلقة. معظم القضايا محلية، ولكن بدي أبدأ من القضية يعني القريبة إلينا في فلسطين قبل أن ندخل إلى القضايا المحلية التي أثارت الرأي العام بشكل كبير. طائرة الفنانة أحلام، الاعتداء على الدورية، أبرز التبعات لقضية التبغ والدخان. ولكن امبارح انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار أو يعني بعد إتمام الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، مدة محكوميتها 8 شهور داخل سجون الاحتلال. ويمكن الكل بيعرف هذا الخبر، والكل تابع يعني اللقطات خروجها مع والدتها، وهذا أيضا والدها أمامكم على الشاشة. الفكرة وين؟ الفكرة بالجدل الكبير الذي صاحب قضية عهد التميمي، خروجها، استقبال حافل وسائل الإعلام، تواجد عشرات وسائل الإعلام، نقل وبث حي ومباشر لكل تفاصيل عهد التميمي من خروجها من السجن و ببيتها. كان هنالك يعني عشرات الفضائيات التي تبث بث مباشر، بما فيها فضائيات أردنية بالمناسبة إخبارية بثت مباشر من منزلها مع والدها ومعها بنشرات الإخبارية. بنحكي عن يعني مؤتمر صحفي ضم يمكن معظم وسائل الإعلام المعروفة في العالم، كلها سلطت الضوء على قضية عهد التميمي بمحاولة كانت واضحة بالنسبة للمتلقي بإظهار أو تكبير أو تعظيم أو تفخيم نضال عهد التميمي التي لقبت بأيقونة فلسطين، أيقونة المقاومة وغيره، في يعني أيضا محاولة لم تكن خافية على المتابعين لإبراز طريقة مقاومة عهد التميمي التي توصف بأنها الطريقة السلمية. يعني هي صرخت في وجه الجندي الاحتلال وهي طفلة، ثم يعني اعتدت عليه أو ضربته يعني ضرب الطفلة للجندي صفعته، ومثل هذه القضايا التي تم إبراز عهد أنها من وهي طفلة وقريتها كان لها حراك معين ضد جنود الاحتلال، كان كبيره يعني الصراخ وضربة لجندي إسرائيلي. جميل، أنا أعتقد بأن عهد واضح أنها شخصية متميزة، شخصية قوية، وهي من وهي طفلة قامت بشيء جميل، وهو يعني أنها لم تكن خائفة من جنود الاحتلال وقامت بمواجهتهم في أكثر من موقف، وهي تعتبر طفلة. سجنت وأسرت بالتالي في معتقلات الاحتلال وزاملت العديد من يعني الأسيرات الأخريات الحقيقة اللي هم يعني عبارة عن وسام شرف في جبين هذه الأمة، أسيراتنا في سجون الاحتلال اللي ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان حريته من أجل قضيته، وهي يعني الظروف المرأة الصعبة الحقيقة، وهي صعبة على أي رجل، على أي رجل ظروف الاعتقال، فكيف على النساء واللي بيتركوا أولادهم؟ وشفنا لا مخاطر كيف ودعت ابنها قبل أن يعني يقوم باعتقالها جنود الاحتلال، وشفنا يعني الحقيقة النماذج وأمثلة عن خنسوات فلسطين يعني يرفع لها لهن القبعات الحقيقة ويكشفوا كم نحن ضعفاء الحقيقة، يكشف كم نحن أمة ضعيفة غير قادرة على نجدة نسائها والحفاظ على شرف وكرامة أمهاتنا وأخواتنا، ومسؤولية وواجب على الجميع. على كل حال، الشاهد وين بكل هذا؟ إنه لماذا إبراز هذا النوع فقط من المقاومة وهنالك العديد من الأسيرات الأخريات اللي كان لهم دور كبير جداً ويوصف بأنه أكبر، وهي حقيقة أكبر بكثير مما قدمت عهد، ولكن لم يتم تسليط الأضواء عليهن. لماذا؟ لماذا وسائل الإعلام اهتمت؟ لماذا العالم اهتم بهذه القضية بالتحديد؟ محمود عباس فور خروج عهد قام باستقبالها وغيره. بتحكي بنقطتين، النقطة الأولى وهي النقطة اللي يمكن أصبحت واضحة بأن هنالك
يعني محاولة لإبراز نوع من أنواع المقاومة، وهي المقاومة السلمية على حساب أنواع أخرى من المقاومة، ومن ضمنها المقاومة المسلحة والمقاومة التابعة لفصائل فلسطينية لا تعترف بالعدو الصهيوني وغيرها من هذه القصص وهذه الأمور. ولكن بالمقابل وحتى أيضا يعني لأنه البعض شعرت أنه ظلم عهد، هي مش مسؤولية عهد بالنهاية، عهد اللي عملته تحترم وتقدر عليه، في نساء أخريات عملوا أكثر من عهد أيضا هم يعني لهم كل الاحترام وكل التقدير، لكن هذا لا ينتقص من عهد، لأنه عهد أيضا عملت شيء أفضل من كثير من النساء الأخريات ومن بنات جيلها اللي هم يمكن ما عمرهم عملوا شيء، موقف واحد من مواقف عهد التميمي. فهي المشكلة مش مشكلة عهد، وأنا مشكلة الإعلام ومشكلة يعني المحاولات، جزء منها رسمي جزء منها مدني، لإبراز صورة عهد التميمي وخاصة يعني بشعرها وبشكلها وبغيره. هي مش مشكلة عهد، هاي لازم أيضا نأكد عليها. عهد ما قدمته يعد أفضل بكثير من اللي مشغولات بالسهر وبالحفلات وجوليا بطرس ومش عارف ايش باسم المقاومه، بيجونا من القدس ومن 48 عشان يحضروا حفله لجوليا بطرس تشجعهم على المقاومه والنضال، والاقصى كان اقرب لهم وهو مغلق بقرار من سلطات الاحتلال. في فرق كبير. وبالتالي الاعلام ووسائل الاعلام عشان برضه احنا ما نشعر انها فيها يعني عباره عن مؤامره، عهد جزء منها مع التحفظ على بعض الأمور، ومن ضمنها حتى مواقف والدها المؤيد لبشار الأسد في تناقضات كبيرة، يعني سجون الأسد اللي معروفة بشار ووالده المقبور حافظ اللي يعني الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، واللي يعني كم حالات اغتصاب حدثت لنساء سوريات طاهرات من شبيحة الأسد والميليشيات ميليشياته، وبعد ذلك نتحدث عن مقاومة العدو الصهيوني. الناس نرجع على نفس هذه الأحجية التي يعني خلاف حقيقة خلاف، ومع بعض ما يعرف بالقومجيين اليساريين غيره اللي عندهم أنا أعتقد ازدواجية معايير الناس تدخل بتفاصيلها. الإعلام يسلط الضوء في بعض الأحيان على قضايا لأسباب معينة أنها هي بتكون بياعة، مثلا يعني عشان ما ندخل برضو في المؤامرات، الطفل السوري إيلان اللي مذكرونه على البحر اللي تصور في كان كطفل مهاجر وغرق، طف ما في مئات الأطفال الآخرين اللي وآلاف الأطفال اللي قتلوا في سوريا بأسباب متنوعة، منها الغرق ومنها القصف ومنها انهيار المباني ومنها الصواريخ ومنها البراميل ومنها الكيماوي ومنها كل أنواع الأسلحة. ليش إيلان بالتحديد؟ مش لأنها مؤامرة، ولكن لأنه الصورة أثرت في المجتمع الدولي والعالم بتعاطف فيك مع بعض القضايا الفردية. طفل عمران أيضا السوري كان فيه اهتمام كبير فيه، مع أنه في أطفال آخرين كانوا ضحايا كعمران وأكثر، ولكن الاهتمام كان بعمران للصورة اللي متذكرينها لعمران هو بسيارة الإسعاف أثار جدل كبير. بدناش نروح من بعد محمد الدرة الطفل الفلسطيني بالانتفاضة، يعني قصة المعروفة والتي انتشرت عبر كل وسائل العالم برضو ما كانت مؤامرة، ومش محمد الدرة هو المسؤول عنها، وفي غير محمد الدرة ووالد محمد أطفال فلسطينيين كثار ضحوا، ويمكن والد محمد الدرة بقي على قيد الحياة، في عائلات بأكملها قتلت وصفت من قبل، تم تصفيتها من قبل يعني قوات الاحتلال، ارتقوا شهداء صحيح، ولكن الإعلام اهتم بمحمد الدرة أكثر من غيره. أنا هذه النقطة اللي بدي أكد عليها، أنه نأكد على الموضوع انه في اهتمام وفي محاولة لإبراز طريقة مقاومة عهد صحيح، ولكن ما نظلم عهد ولا نحكي انها يعني هي مؤامرة منظمة، عهد جزء منها. على كل حال بدي انتقل من هذه القضية ونرجع على محلياتنا. ومبارح الشعب الأردني كان غاضب بشكل كبير من قضيتين، القضية الأولى وهي قضية طائرة الملكة أحلام المطرب الفنانة، اللي يعني هي أصلا مثيرة للجدل، وهي على وسائل التواصل الاجتماعي مستفزة وبكل مشاركاتها، عندها متابعين صحيح، ولكن أعتقد أن يعني كارهينها أكثر بكثير من المعجبين فيها، اللي ما بعرف كيف معجبين. على كل حال امبارح القضية كانت أنه هي مشاركة في مهرجان جرش، بعيدا عنه أنه أصلا مهرجان جرش شو الفشل اللي وصل له هذا المهرجان يعني، والحديث الآن عن تغيير لمدرائه وبعد فشل تلو الفشل خلال السنوات الماضية، مع تحفظنا أصلا على طريقة الفن الذي يتم ترويجه في مهرجان جرش،
ليفترض أنه للثقافة والفنون، لا أدري أين هامش الثقافة. ولو أردنا أن يكون هنالك فن مثلا من الفن الملتزم، الفن الهادف، لماذا لا يوجد له مساحة؟ أليس هو جزء من أنواع الفنون؟ لماذا لا يوجد له مساحة في مهرجان جرش وفي المدرج الجنوبي؟ وأثبتت التجربة التي قام بها أهالي جرش في أوقات سابقة عندما نظموا مهرجان هادف ملتزم، كيف أن مدرجات الجنوبي بدون ما يترجوا الناس وبدون ما يعملوا حملة إعلامية، ما يخلوا عمود كهرباء إلا يحطوا صوت عليه، صوت الفنانين، بأقل من ذلك بكثير كانت الأعداد، الجماهير بالآلاف لكي تتابع ولكي تحضر، كدليل على أن هنالك شرائح مختلفة من المجتمع. مهرجان جرش للأسف لا يلبي يعني ما يطلبه حقيقة المجتمع الأردني وما يمثل المجتمع الأردني. بعيدا عن كل ذلك وبعيدا عن أنه يعني أحلام واستقبال الحافل لها اللي كان بالفندق واللي كان أعطوها يعني سويت وكذا، بيقول لك أحلام بتروج للسياحة في الأردن وعندها متابعين وكذا، مش عارف يعني كيف ممكن قياس هذا بلغة الأرقام أنه أحلام بتروج. ولكن اللي كان مستفز جدا استخدامها لطائرة رسمية أردنية، طائرة هليكوبتر لكي تنتقل إلى البتراء، بدها تروح تشوف البتراء، بدها تصور على سناب شات أنه أنا رحت على البتراء. اللافت كان هو الزج ب يعني الطائرة العسكرية التي قامت بنقلها إلى البتراء. والسؤال ليش أحلام؟ ليش أحلام؟ ومن متى يعني إحنا بنشوف تنقلات في داخل الأردن عبر الطائرات العسكرية؟ قبل ما أعلق على هذا الموضوع أكثر، كان في توضيح من مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات لاستخدام أحلام لهذه الطائرة، خلينا نسمع. النقل الجوي في السلاح الجو يؤجر الطائرات سواء لأحلام أو لغير أحلام. يعني لما يجي عندنا صحفيين من CNN أو البي بي سي جيوغرافيك أو أي إنسان حتى دريا بوتشيل اللي ما جغلنا في كوميرشال آرم بحقق إيرادات للجيش العربي، استأجرت الطيارة، سعر الطيارة $5,000 بالساعة، دفعتهم هي أحسابها. لا يعني انه انا بتفق انه ممكن يكون لون الطياره، لكن في يعني الجيش مش دائما لازم يكون هو خلينا نقول او كنقل جوي انه دائما يكون في وصيه، بده حق ايرادات. يعني في كثير ناس بيستاجر طيارات مصورين ويدفعوا حقها. فهي للتوضيح، لا هي تنشيط سياحه ولا وزاره ولا ديوان ولا حدا تدخل، هي اللي طلبت من خلال مرافقين طياره هي جاي طياره خاصه باي ذا واي ونازله في المطار، فالكابتن اللي عندها هو اللي اتفق ودفع سعر الطيارة على حسابها الخاص، إقامتها حسابها الخاص. الشيء الوحيد اللي احنا استضفناها فيه في عشاء بسيط بأحد المطاعم في عمان، بتحكي لكم القصة، مطعم نصرت في تركيا، مطعم مغمور، زارته أحلام قبل سنة وصل سنتين، بس حطت على سناب شات اللي فيه حوالي 40 مليون فولوور وعندها 9 مليون فولوور على تويتر، فتح 4 فروع بين دبي، بعرفش ناس بيعرف، ونصرت في 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 تركيا فتح 4 فروع بين أنطاليا وبين مرمريس من وراء التسويق. فيعني راح تطلع بفيلم بجنن على البتراء، جايب التي في كرو تبعها يعني يصور، هي راح تصور وراح تنشر احسابها ولعيون الاردن راح تسويها، انا بتحب الاردن وراح تسوق لنا ببلاش، فيخلف عليها. يعني بس للتوضيح، لأنه الجيش لم يتدخل، ما في أي نوع من المساعدة في هذا الموضوع، بالعكس هي حب للأردن وحب لأهل البتراء. ولحق شغل بعد أحلام لما تشوف الفيديو راح يصير. هذا إذن كان كلام مدير هيئة تنشيط السياحة. طبعاً بحكي لك يعني بتابعها 40 مليون أحلام. 40 مليون انا اعتقد انه معظمهم هم مش معجبين فيها، ولكن يعني ساخرين منها، يعني هذا الواضح من عبر وسائل التواصل الاجتماعي انه معظم يعني تفاعلات هذه بالتحديد هذه الفنانة هي عبارة عن سخرية منها من كثير امور، بلاش ندخل بتفاصيلها يعني، ولكن يعني مش معقول انه هي بتأثر ب 40 مليون انسان. يعني دوم يجوا قال بقول لك وهات لحق شغل، مع الاحترام والتقدير طبعا للاستاذ عبد الرزاق، ولكن هات لحق شغل بعد احلام يا ريت. طب ما البتراء اعلنوها من عجائب الدنيا السبع، يعني هي اهم من جائزه عالميه على مستوى كل الكره الارضيه، اهم من احلام، وما شفناش الشغل يعني اللي تستحقه البتراء. طبعا يعني ده هو تعليقا على الكلام، بيقول لك انه عملنا لها عشاء بسيط، يعني مش عارف راحوا يمكن على هاشم حمص وفول، عشاء بسيط يعني لو ما حكاش بسيط لسه اهون. هل انا بقدر هسه اتنقل بالطياره؟
يعني اذا انا هسه بدي اروح على البتراء وبدي ادفع فلوس، يعني مش انا ما عيش فلوس، ولكن في اكيد رجال اعمال اردنيين كثير معهم فلوس والارقام اللي بالالاف ولا شيء مقابل انهم يستخدموا الطيارات، هل يسمح لهم فعلا؟ طب ليش ما عمرنا سمعنا انه في يعني برجل اعمال ولا غيره اللي احنا اللي بيشتري نمره بنص مليون بيطلع بطياره على البتراء؟ يعني شو المشكله طياره خاصه وهليكوبتر؟ ما سمعناش. اشمعنى بالتحديد يعني تم السماح هنا؟ يعني علامات استفهام كثيره، والحقيقه يعني لو انه بقول لك فعلا لحق شغل لو انه هذا الكلام صحيح، ولكن ما احنا سمعنا 1000 تصريح عن الخروج من عنق الزجاجه وغيره، من المسؤولين كلهم طاروا وكلهم ثبت انه كلامهم لم يكن صحيحا ولم يكن صائبا وكان ضحك على الناس. على كل حال قضيه اخرى اثارت الاهتمام والغضب الشعبي الاردني كان الاعتداء على دوريه سير في شارع الاردن. فيديو انتشر بشكل كبير راح تشوفوه امامكم على الشاشه اللي ما شافه، اثار غضب الحقيقه كل اردني فعلا شعر انه هذا الاعتداء هو اعتداء عليه، لانه احنا نحترم الامن ونقدر الامن. يمكن شرطة السير العلاقه معه اجمالا يمكن ما تكونش كثير ايجابيه لانه بخالف يعني، وبالتالي ولكن ما اعتقد انه في يعني خلينا نحكي بديش اعمم، ولكن معظم المخالفات الواحد بيكون مخالف. انا ممكن اخالف ازعل اني تخالفت، ولكن انا خالفت القانون فعلا. انا بتمنى انه يطبق القانون على الكل، ولكن هذه وظيفته شرطة السير، بواقف بظروف صعبة بالشمس الحارقة وتحت المطر والشتاء، وشفنا كثير لقطات إنسانية الحقيقة لرجال السير. مش من وظيفتهم إنهم يغيروا البنشر لمواطن أو مواطنة، ولا إنهم يدفشوا سيارة طفى موتورها، ولا يرجع المنهل لمكانه الصرف الصحي، ولا كثير من القضايا اللي بتأكد أنهم بالنهاية أبناء هذا الوطن. نرفض الاعتداء على المعلم وعلى الطبيب وبطبيعة الحال على رجل الأمن وعلى شرطي السير. كان هنالك كلمة لعطوفة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود عبر الجهاز اللاسلكي، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نسمعها. بعود وكرر التطاول اللي تم امبارح على زملائنا لن يمر مرور الكرام، لأنه بعتبر هذا تطاول علي شخصيا وتطاول على جميع العاملين في جهاز الأمن العام. لن يمر مرور الكرام. كل التحية والتقدير لجهود جميع العاملين في إدارة السير من نشامة ونشميات. آمل الاستمرار بنفس المستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الحسن مع المواطنين، لأنه ما تم امبارح من تطاول لا يمثل أخلاق الأردنيين نهائيا. كل التحية والاعتزاز بجهودك وجهود جميع العاملين في إدارة السير. بأف 5 إلى نمر 1، هل استلم تجب؟ إذن كان هذا تسجيل مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود. فاضل باشا الحقيقة كلامه كان في الصميم وفي ومهم جدا، تعرفوا ليه؟ لانه الان لما يحكي فاضل حمود انه هذا الاعتداء هو اعتداء علي شخصيا واعتداء على كل مرتبات الامن العام، وهو مضيف على ذلك انه اعتداء علينا كلنا، على كل اردني حر وشريف يرفض مثل هذا الاعتداء مهما كان عمل الدورية. واللي سمعناه بالنهاية انه كان في موكب، والموكب مسكر شارع الاردن وضوين الضوء الرباعي، وبلشوا افراد الدورية ياخذوا ارقام السيارات لانهم مسكرين الشارع، واحنا كنا يعني صح كنا شاركنا في مناسبات ومنحب نطلع بموكب، ولكن هذا الموكب ما يعيق السير، ناخذه على اليمين نفرح يزمر كذا ما في مشكله بالفرح، ولكن المشكله لما تسكر الشارع كامل وتسكر كل مساربه ويكون شوارع مهمه حيويه بتربط بين محافظات او مع المطار او كذا، الواحد اللي مستعجل رايح على شغله رايح على اي موعد، اللي مش مستعجل مروح على الدار بتضايق يعني بالنهايه. وبالتالي الشرطه اللي بلشوا يكتبوا ارقام النمر السيارات عشان يخلفوهم لانهم يعني مسكرين الشارع، كانوا يطلبوا انه يطفوا الرباعي عشان الشرطة عم بتخالفكم، ايه مين بخالفها بخالف انزل. وتبين انه يعني العرس لشخص مهم صاحب نفوذ مش موضوع العريس، لانه ما بعتقد انه العريس نفسه يعني فاضي هسه يروح يترك عرسه وحفلته يروح يبلش ويتهاوش مع الشرطة، ولكن افراد عشيرته يقال انهم من المتنفذين واللي بيحكوا بسموا حالهم زي ما يعني اصبحت هذه الموضه الدارجه، انت مش عارف انا مين وانا ابن مين واحنا كراسي البلد واحنا كبار البلد واحنا كراسيها ومش عارف ايش. وتم الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ايش الوظائف اللي اشغلها، يعني بدناش ندخل بهذه التفاصيل ولا اي مؤسسات يتبع، ولكن عشيره الشرطة السير اللي تم الاعتداء عليه الحقيقه اصدرت بيان،
وبالمشكله انه هذه عشيره الشطي اللي لها كل الاحترام والتقدير ولابنهم اللي تم الاعتداء عليه رقيب السير يوسف الشطي، نتمنى له كل السلامه الحقيقه، قالوا بانه نواب، والله ما نعرف شو شغله النواب بهالبلد، بعضهم طبعا قاعدين عم بيضغطوا على عشيره الشطي عشان يسقطوا حقهم. مشكله، احنا اكبر مشكله عندنا في البلد واللي ضيع الهيبه لا شرطي لا رجل الامن ولا المعلم ولا الطبيب، واللي ادى الى تنامي ظواهر العنف واستسهال القتل وحمل السلاح والدعس واطلاق العيارات النارية بالافراح وكل هذه الامور، هو فنجان القهوة هذا والمونة واستثمار او استغلال او اقحام العشيرة ببعدها الإيجابي لتتحول إلى بعد سلبي في تنازل عن الحقوق وتفريط في أمن المجتمع. التسامح من القيم المهمة في المجتمع الأردني والعربي والمسلم، وهي من أخلاقنا وقيمنا، التسامح والعفو والحلم، ولكن لما يكون في خطر بسبب هذا التسامح وإسقاط الحقوق مش بس على ابنك، يعني الموضوع الآن ما بخصوص في الشطي اللي وحده كرقيب سير، وإنما هذه ظاهرة، ظاهرة الاعتداء على رجل الأمن. إذا أنت أسقطت حقك في بفنجان القهوة راحت الهيبة ورح تستمر الاعتداءات ورح تيجي المونات، وكل واحد في أردن كل واحد بيقدر يجيب نائب وبيقدر يجيب مسؤولين يتوسطوا له عند أي جهة وأي طرف ثاني بوجهنا ومشان الله وعبد الله مشينا القزم. يعني هذه المشكلة اللي احنا الحقيقة بنتعرض لها وبتم إقحام فيها عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإيجابية، ولكن في مكان ليس مكانه الصحيح. يفترض فعلا أن يكون هناك تشدد وعدم تنازل على الأقل عن الحق العام، واللواء فضل حمود الأمل فيه كمدير الأمن العام يحفظ حق منتسبي الأمن ورقيب بالسير يوسف الشطي، بأن لا يتم التنازل وأن يتم، يعني سمعنا تم اعتقال أعداد من اللي قاموا بالاعتداء، إن شاء الله يتم اعتقال الجميع وأن يأخذوا عقابهم العادل وفق القانون وفق القضاء الأردني بدون تنازل عن الحقوق، وهذا هو الذي يحفظ أمن المجتمع. يفترض على الجميع كل واحد يتعرض لأي حالة أنه ما يتنازل عن حقه، لأنه هو مش بس حقه، في حق للمجتمع، وهذا الحق يعني كل واحد مسؤول عنه، بأنه إحنا نوقف الغلط من خلال تفعيل أدوات العقاب اللي هي موجودة عندنا ولكن ما بيتم تفعيلها بحجج التسامح والعفو والحلم وغير وغير وغير، ولكن هذه يعني أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى تشدد كبير فيها بعد الغضبة الأردنية اللي الآن في فزعة على هذا الموضوع، رح ينتسى ويجي مواضيع أخرى ثانية إذا خلال فترة النسيان هذه تم إسقاط الحقوق راحت علينا ورح تتكرر هذه المشاكل في مجتمعنا. قضية التبغ والدخان ما زالت طبعا قيد البحث والتحقيق والمداهمات، واللي بتكتشف لنا كل يوم انه وين كنا، مش احنا كمواطنين وانما وين الدولة وين الحكومة. احنا كنا عايشين خلال السنوات الماضية وكنا نحكي عن حكومة هذا الملقي، طبعا كان في ناس يدافع عنه ومن ضمنهم أغلبية نيابية بتدافع عنه وبتعطيه ثقة أول مرة وثاني مرة وبتبصم له، وصحفيين بيدافعوا عنه وبيدافعوا عن نهجه وكأنه نهج هذا الملقي وحكومته يعني هو يعني نهج الأردن ونظام الأردن، ومن يعترض على هذا الملقي يعترض على الدولة الأردنية، وهذا الكلام مش صحيح، لأنه ثبت لنا أنه في عهد هذا الملقي كان في تسيب، وما قبل هذا الملقي وما قبل ما قبله كان هنالك تسيب، وكان هنالك مافيات تنتشر في الأراضي الأردنية في المحافظات الأردنية، ويقوم هنالك زراعة غير مشروعة. طبعا الزراعة بدها أدوات، وهذه الأدوات تم إدخالها بطريقة غير مشروعة وسقايتها بماء تم سرقته بشكل غير مشروع، وسرقة كهرباء بطريقة غير مشروعة، وإدخال مدخلات إنتاج ليكون هناك خطوط إنتاج تصنع دخان وعلب و يتم يعني تغليفها وكل هذه الأمور بطريقة غير مشروعة، وبالتالي فيش جمارك وبعدين فيش ضرائب وفي تهرب وفي بيع، وبالتالي احنا نحكي الآن أصبحنا نتحدث عن مليارات، مش بس يعني خسارة الدولة إلهم إلا المليارات، مش ضروري أنه احنا نبيع مؤسسات أو نبيع موارد، القصص المعروفة الفوسفات والبوتاس والاتصالات والإسمنت وأمنية ومش في غيرها، في غيرها قصص عديدة وكثيرة، وهي عبارة عن يوميات في الدوائر والمؤسسات الحكومية. انكشفت قصة عوني مطيع كجزء يعني
من قصص عون المطيع ما حكى حد داري عنه، الكل داري عنه الان بالتاكيد في غيره ما بعرفش قد ايه عشرات مئات عون المطيع اخرين موجودين في الاردن وعم بيستغلوا نفوذهم وسلطتهم من خلال العلاقات اللي بيبنوها مع السياسيين ومع اصحاب السلطه لتسهيل عملهم ليكون الخاسر الاكبر الدوله، بالاضافه لخساره يعني الانتاج غير الشرعي والمخالف للمواصفات والمقاييس، ويمكن الدخان اصلا هو مضر ولكن يمكن ضرره يكون اكبر واكثر لما يكون بطريقه عشوائيه بيتم تصنيعه وكذا وكذا، ولكن انا بحكي عن الخساره الاقتصاديه للدوله، ما كان من الممكن ان يكون هنالك عوائد للدولة. عشان هيك صرنا نقدر نفسر التفاوت الطبقي، صرنا نقدر نفسر طبقة المليونيرية والمليارديرية الموجودة في البلد في وسط الفقر المدقع وفي وسط دولة مديونة وفيها مليارديرية عم بتكاثر، وكيف؟ لأنه هم عم بيزداد مالهم على حساب المال العام وعلى حساب مال المواطن الأردني. صرت يعني على الأقل تفسير واضح للحملات الانتخابية لبعض النواب اللي بيدفعوا فيها ملايين. النائب لما يدفع ملايين مش مستني راتبه 3000 اللي هو على مدار الأربع سنوات لو بدوش يصرف ولا قرش، مع أنه النائب يمكن 3000 في الوضع الطبيعي ما يكفوه لأنه التزاماته كثير مش من موضوعنا هذا، ولكن لو بدي أفترض أنه ما بصرف ولا قرش مش راح يعوض حملته الانتخابية، إذن هو لأنه ما راح يحصل ملايين. طب ليش بدفع ملايين عشان يصير نائب؟ بدفع ملايين لأنه في أمثال هذا المهرب وغيره عم بدفع لهم، هو بدفع لهم حملاته الانتخابية عشان يأمنوا له الحراسة والحماية القانونية والتهرب من دفع مليارات مقابل يدفع لهم ملايين، ما في مشكلة، والخاسر هو الوطن والمواطن. ولكن على الأقل اللي بحسسنا أنه في إجراءات تمت من قبل المؤسسات الرقابية، هذا على إيش بدل؟ هذا بدل أنه المعلومة عندهم عند الجمارك وعند الضريبة وعند المواصفات والمقاييس، ولكن ما كان في قرار سياسي في عهد الملقي وما قبله وما قبل قبله. الآن القرار السياسي مبدئيا توفر عند عمر الرزاز، لوين رح يوقف ما بعرف، هل رح يستمر للنهاية؟ الكل بيستبعد ذلك، ولكن خلينا نشوف، بدناش نصدر أحكام مسبقة. واضح أنه المعلومة الاستخبارية موجودة عند مؤسسات الدولة، ولكن هي كانت بانتظار القرار الذي يحرك تلك المؤسسات لاتخاذ القرارات والعقوبات وحفظ المال المنهوب على حساب مال الدولة. على كل حال نكتفي بهذا القدر، نروح لوقفة قصيرة، ندخل من بعدها إلى مجموعة من الملفات المحلية بالتحديد بعد وقفة قصيرة، فتفضلوا بالبقاء معنا.